نشاهد ونستمع الآن إلى تعقيب عادل عبد المهدي على قضية السيول وقضية مقتل النقيب في الشرطة. في كلمته أي عبد المهدي ينسب النقيب إلى الجيش، مع العلم أن المقتول يعمل في الشرطة، ما يعزز عدم دقة معلومات رئيس الحكومة الحالية. ليس هذا فقط، إلى جانب هذا فإن عبد المهدي تحدث بشأن السيول مقللا من خطورتها، في نفس الوقت ذكر أن جسورا تهدمت بسببها ومنشآت أخرى تضررت منها، الأمر الذي وصفه نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يعكس تناقضا في التصريحات. نتابع عبد المهدي الآن. لكن هناك أيضا مبالغات غير جادة يجب أيضا الوقوف عندها بجد. يعني هاي المبالغات إخافة الناس بدون مبرر غير صحيحة، ويجب ذكر الحقائق كما هي. فنعم، المياه أحيانا تتجاوز المناسيب المطلوبة، عندنا بعض الجسور لم تقاوم، كسرنا بعض السدود حتى نوفر مسالك جديدة للمياه، بعض القرى غمرتها المياه تم ترحيل الأهالي منها. الآن عندنا مشكلة في العمارة مثلا في منطقة الخمس، وهناك مزارعين في محاولة لفتح ثغرات في السدود حتى نستوعب المياه الآتية من إيران. المواطنين يعني يقاومون في هذه المنطقة، وسقط شهيد نقيب في الجيش العراقي، وهذه أمور يعني غير مقبولة. النشطاء عقبوا على جملة المشاكل التي طرحها عبد المهدي وكيف أنه قلل من خطورتها رغم تعدد المشاكل التي طرحها في المقطع الذي تابعتموه الآن.